في البداية نستهل هذا اللقاء بالترحيب بالحضور الكريم وبضيفتنا العزيزة الدكتورة منى كريم. تحدثنا كريم اليوم عن مشروعها النقدي حول مفهوم الأدب القومي وتداعياته من خلال نموذج الأدب في الخليج، فتبحث في إشكاليات الأدب القومي من خلال مقارنة بين الرواية النسائية في الخليج وأعمال أدبية كتبت بالعربية ولغات أخرى من قبل كتاب بدون ومهاجرين. دكتورة منى كريم كاتبة وأكاديمية مقيمة في الولايات المتحدة، صدرت لها عدة مجاميع شعرية وترجمات بين العربية والإنجليزية، وقد حصلت على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة ولاية نيويورك في بينغهامبتون. أود أن أذكر بأن هذه المحاضرة هي جزء من سلسلة المحاضرات العربية التي ينظمها طلبة الدكتوراه في جامعة نيويورك. أود أن أشكر دائرة دراسات الشرق الأوسط، الشرق الأوسطية والإسلامية، ومركز هاكوب كوفركيان في جامعة نيويورك على دعم هذه السلسلة معنويا وماديا. قبل أن نبدأ، أرجو من الحضور الكريم طرح الأسئلة بعد المحاضرة من خلال استخدام ميزة الشات عن طريق كتابة الأسئلة، ذلك لأسباب لوجستية من أجل استمرار المحاضرة، تحسباً أيضاً لبعض التنمر الإلكتروني في هذا العصر. شكراً كثير دكتورة منى، أتحفينا اليوم. شكراً لك عمر، مساء الخير، مساء النور حسب توقيتكم المحلي، صباح الخير، مساء النور. أشكركم على حضوركم، وأشكر جامعة نيويورك و مركز كيفركيان طلبة الدكتوراه في NYU على هذه الدعوة. اليوم يسعدني أني أشارككم تراكم سنوات من البحث والدراسة والتنظير والنقد الأدبي حول تجربة الأدب الحديث أو والمعاصر أيضا في منطقة الخليج العربي. طبعا من عنوان المحاضرة ممكن أحب أشرح عنوان المحاضرة، يعني على أطلال الأدب القومي، هي فكرة، هي بالأحرى أمنية أن نقف يوما ما عن قرب على أطلال الأدب القومي، ولكن إحنا بعيدين كل البعد عن 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 هذا المستقبل. وبالنسبة لي أنه طرح أدب ما أسميه بأدب الغرباء قد يكون هو الطريق لخلخلة وتفكيك ما يسمى بالأدب القومي. في البداية أعتقد أن مفهوم الأدب القومي مدروس بشكل جدا موسع. إحنا نتكلم عن مفهوم غير محصور في مثلا آداب العالم الثالث، بالأحرى جذور أوروبية، مفهوم استمر لأكثر من 3 قرون، ما زال يعني يقف بقوة، خاصة يعني خاصة خارج الغرب. يمكن الغرب الآن اكتشف أشياء مثل الهوية الفنائية أو يعني ما يسمى بكتاب الأقليات، ولكن ما زال الأدب القومي قائم كقالب وبنفس الشروط. ولكن أحب أنه يعني أعطي فكرة سريعة عن الأدب القومي لغير المختصين. كارل يونغ يعرف الأدب القومي باعتباره جسد من الأساطير والحكاية والقصائد والتاريخ، جسد يعبر عن اللاوعي الجمعي لأمة ما أو جماعة ما. وجذور هذا المصطلح تعود إلى عصر الرومانسية الألمانية في نهايات القرن 18، متفرعة عن مصطلح الروح القومية الذي أطلقه يوهان جيرتفريد هيردر. وطريف أنه في نفس الفترة من في ذات الجيل أيضا، جوته نظر لمصطلح الأدب العالمي World Literature أو أدب العالم. الأول يقوم بتعريف الأدب باعتباره تعبير قوم ما عن ثقافتهم وتطلعاتهم المشتركة من خلال لغة واحدة وانتماء لأرض واحدة، بينما الآخر يتخيل الأدب باعتباره عابر للقوميات وبالضرورة متعدد اللغات. النتيجة أن السيد هيردر انتصر، فمع نشأة الدولة القومية في أوروبا بدأت حركات ثقافية تتشكل في قالب أحادي اللغة وعلى أساس أسطورة الأمة والثقافة القومية. ممكن يعني الغريب أيضا أن هذه المعادلة تكررت تماما مع صعود حركات التحرير في العالم العربي، في العالم الثالث بشكل عام،
ممكن أقول حتى قبل الحركات التحرية، مجرد تشكل الوعي القومي. فمثلاً صعود رمزية الأرض، خاصة تصويرها بالأمومة أو ربطها بمنظومة الأسرة، أو حتى تصويرها كالأخت، وفي علاقة أيضاً مع فكرة الشرف. يمكن أبرز مثال يعني ممكن أستخدمه من ثقافتنا العربية هي شخصية بهية اللي استعارها واستعادها يوسف شاهين في العديد من أفلامه، والآن أصبحت يعني شخصية متداولة في اللاوعي القومي بشكل عام، يعني بين من قبل فنانين أدباء أو حتى يعني الإنسان العادي. أولاً أحب أني يعني أفكر بالمصطلح القومي وعلاقته بالأدب العربي بشكل عام ومن ثم في الخليج بالضبط. ممكن أن نعتبر الأدب العربي بطبيعته عابر للقوميات، اللي هي يعني بالنسبة لي كلمة transnational أو عابر القوميات هي الإطار اللي أنا حابة أطبقه على تجربة الأدب العربي وخاصة في الخليج. فممكن نقول إنه الأدب العربي إذا قرأناه من خلال يعني مصطلح الأدب القومي هو لا تاريخ بوجهين. الوجه إنه بحكم إن العربية لغة مشتركة في منطقة شاسعة ومتعددة، فإحنا نكتشف إنه يا ممكن إنه الأدب العربي عنده هذا الطبيعة العابرة للقوميات، ولكن فترة نشأة الدولة القومية والتزامن أيضاً الأدب العربي الحديث مع هذه النشأة، نكتشف أنه هنالك تجارب على الهامش مثل الأدب الأمازيغي لم تسنح فرصة لهذه التجارب للتشكل خلال فترة نشأة الدولة القومية، وذلك بسبب أحادية اللغة. يا أحادية اللغة مرتبطة بالدولة، ولكن هي أيضا مرتبطة بالأدب القومي. وبالتالي ممكن نقول أن الأدب العربي لا تاريخ ذو وجهين، واحد تعددي ديمقراطي وآخر مهيمن. ممكن أن أقيس ذلك أيضا على صعيد مصطلح الأدب الخليجي اللي كان يستخدم فقط لأسباب شروحية في النقد الأدبي أو حتى من قبل الكتاب في المنطقة. كنت أتساءل يعني في بداية بحثي خلال الدكتوراه أنه هل هذا المصطلح يتعلق بشكل ما بأسطورة الاستثناء الخليجي وعملية اختلاق الخليج يعني كمنطقة معزولة، لأن إذا ترجع إلى أدبيات الدولة وسرديات الدولة خلال السبعينات خاصة كان في دائما تركيز للتصدي للمد اليساري والقومي، في تركيز على أن الخليج استثناء وأن الخليج ليس بجمهوريات بل مماليك، وبالتالي تطلعات شعوب المنطقة لا تشملنا. فكان هذه فكرة دائما مكرسة، وأظن أنها ما زالت يعني تستمر بكل وحشية أنه الخليج استثناء الخليج مختلف إلى آخره. ولكن في السنوات الأخيرة لاحظت أنه مسمى الأدب الخليجي يعني انتقل من مرحلة مجرد شروحية وتصنيف بل تم ترسيخه، لأنه أعتقد يعني تحليلي أنا أنه الآن نحن نشهد تفسخ الأدب العربي باعتباره قالب عابر كما شرحت مسبقا. وأظن أن ذلك يرجع لأسباب عدة، منها أولاً هيمنة الرواية كجنس أدبي، ثانياً تركيز الرواية الخليجية على سردية مجتمع ما بعد النفط، وأيضاً الأهم من ذلك طبعاً أن المصطلح يتزامن مع صعود الخليج كمركز ثقافي قائم على رأس المال. أصبحت الخليج السوق الاستهلاكية الأهم للثقافة في العالم العربي، وبات هنالك صناعة نشر وجامعات خاصة تستقطب أبرز العقول في المنطقة، والأهم من ذلك الجوائز الأدبية التي تتركز فيها سلطة معنوية هي سلطة تشكيل الذائقة الأدبية. ولكن حتى مع اعتبار كل هذه التحولات التي تتراوح ما بين الشوفينية والمناطقية والقومية، لم نشهد تحولات في طبيعة هذا القالب الأدب القومي، بل على العكس أصبحت آفاقه أكثر ضيقة وانعزالية. يستمر تعريف الأدب السعودي أو البحريني أو غيره حسب جنسية الكاتب بالضرورة باعتبار أدباً يكتب بالعربية. نلاحظ أيضاً يعني أنه شرط الجنسية وشرط اللغة مرتبطين ببعض، فمثلاً هناك ظاهرة جديدة نشهد من خلالها توجه كتاب مواطنين بالجنسية من طبقة معينة ولدوا عاشوا في المنطقة لكنهم تعلموا في مدارس أمريكية وإنجليزية، فيتجهون للكتابة بالإنجليزية
وأذكر من بينهم مثلاً مي النقيب، ليلى العمار من الكويت. يتم التعريف عن الكاتبة باعتبارها كاتبة كويتية، لكن لا يتم التعاطي مع هذه التجارب ضمن قالب الأدب الكويتي أو بالتفاعل والترابط مع بقية الأدب المعاصر في الكويت. ونلاحظ أنه هذا النوع من 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 الكتابات يعني يتم تصنيفهم تحت مظلات كبرى هشة، مثل أنه الكاتبة المسلمة أو الكاتبة العربية، اللي هي بالضرورة يعني تصنيفات يعني قائمة فقط على فهم الغرب، فهي مصطلحات يعني هشة و يعني بلا مبرر أو بلا سياق تاريخي لها. فبالضرورة يبقى الأدب القومي قائم على المواطنة والعرب. أحب أرجع بس لنقطة واحدة، اللي هي أنه المرحلة الأولى من بحثي كانت خلال خاصة الدكتوراه يعني كانت تركز على تجربة الأدب النسائي، أو خلينا نقول الرواية النسائية في الخليج، الرواية المعاصرة. فممكن أقول أنه هذه التجربة هي تجربة حقيقة مدروسة بشكل موسع جدا. اكتشفت يعني من بحثي أنها مدروسة بشكل موسع في 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 العالم العربي، في الغرب، حتى اكتشفت في جنوب آسيا، في شرق آسيا، دائما في اهتمام في حول هذه التجربة. ولكن أغلب هذا الاهتمام محصور في سؤال واحد، اللي هو كيف تكتب المرأة عن المرأة، كيف تكتب المرأة عن الجنس، عن الجنسانية، عن تحرر المرأة، عن اضطهاد المرأة إلى آخره. فبالتالي يعني في هذا في حد أو في التوقعات لتجربة المرأة الكاتبة، خلينا نقول. أنا دخلت من مدخل آخر تمام، اللي هو كتابة المرأة خاصة الرواية وسؤال التاريخ. هل هنالك فرق ما بين تجربة المرأة الكاتبة عن الرجل الكاتب فيما يخص سؤال التاريخ؟ وحقيقة هذا السؤال أنا يعني لم أصل له بشكل عشوائي، بالأحرى بعد متابعة مكثفة لأنواع الكتابات أو خلينا نقول الروايات اللي صدرت خلال 20 سنة الماضية. في كتاب الدولة الأكثر ذكورية، كتاب لدكتورة مضاوي رشيد، كتاب جدا مهم، تحاول رشيد أنه في تدرس بالضبط دور المرأة الروائية في السعودية بدايات 2000، في وقت يعني 11 سبتمبر، لما صارت المرأة المسلمة وعلى الأخص المرأة السعودية محط سؤال، محط اهتمام بالنسبة للغرب. واستوعبت الدولة أنه لبرلة الدولة يجب أن طبعاً تعتمد على المرأة. فصار عندنا نموذج، اللي هو طبعاً موجود مسبقاً، نموذج نسوية الدولة. ولكن المثير بالنسبة لي أنا، لأنه دكتورة مضاوي يعني كتابها جداً مهم عن تلك الفترة وعن سياسات الرواية النسوية في تلك الفترة، ولكن أنا انتقلت شوي للفترة اللاحقة، اللي هي انتقال المرأة الكاتبة في الخليج من الكتابة عن 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 المرأة وعن الجنسانية إلى الكتابة عن الجماعات المهمشة. فجأة صار في ظاهرة أنه الكتابة عن المهاجرين، الكتابة عن البدون، الكتابة عن المواطنين من أصول أفريقية، أو الكتابة عن تاريخ استعباد الأفارقة إلى منطقة الخليج. فأنا حسيت أنه في ظاهرة، وهي ظاهرة غير مدروسة. وأضيف إلى ذلك أنه من دراستي للنقد الأدبي الرجالي، أحس أنه الآن لازم نستخدم حتى رجالي كصفة، اكتشفت أنه هنالك نوع من الاحتقار يعني في لتجربة النساء، وهو احتقار يبرز من خلال النقد السلبي، اللي هو يعني ممكن نقول بالعامية نوع من الطبطبة على الظهور، أنه أوكي كاتبة كتبت كتاب. فنكتشف أنه الكثير من هذه الروايات اللي تتكلم عن مواضيع جدا حساسة ومشكوتة عنها وصعبة، مثل تاريخ المهمشين، تكون روايات جدا إشكالية وملغمة، ولكن ما في نقد أدبي يتصدى لها يعني على ذات المستوى ويطور منها. فأعتقد أنه هذا أيضا يعني دور أحب أني أشارك فيه، يعني أنه كيف ممكن نطرح مشروع نقدي يطور من تجربة النسوية.
المرحلة الجديدة من الدراسة الآن. يعني خلصت الدكتوراه قبل 3 سنوات، فخلال 3 سنوات الأخيرة طورت المشروع أكثر، لأني أنا اكتشفت بكل بساطة يعني أنه الكاتبة المرأة هي مثل الكاتب الرجل، أنه تفشل كثيراً وتنجح أحياناً، you know. وأيضاً استنتجت أنه يعني دائماً يتم اعتبار المرأة الكاتبة باعتبارها كاتبة مضادة، أو أنها أو أنها تكتب كتابة مضادة، أو أنها كاتبة على الهامش. هذا شيء غير حقيقي. بالأحرى المرأة المواطنة مثل الرجل المواطن، هم يعني صناع الأدب القومي، هم يتشاركون في صناعة الأدب القومي. فتجد مرأة تكتب بما يملي عليها وضعها الطبقي أو 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 الإثني أو الطائفي إلى آخره، تماما مثل الرجل. وبعد هذا الاستنتاج قررت أنه أوكي، ممكن احنا ممكن اضع دراسة مقارنة ما بين الرواية النسوية وما اسميهم بالكتاب الغرباء. فمثلا انه الكتابات عن العبودية، ممكن هناك كتابات من قبل كتاب خليجيين سود، وكتابة عن الهجرة هناك كتاب مهاجرين يكتبون عن هذه التجربة، كتاب بدون يكتبون عن تجربة البدون، وهكذا. وطبعا هنالك اشياء اثريه تخرج من هذه المقارنه عن مفاهيم وممارسات الادب، وكيف الادب طبعا يساعدنا على فهم التاريخ وعلى فهم الواقع وتخيل الادب بشكل يعني خارج عن الخط المستقيم، اذا ممكن اقول. فانا حابه اليوم استعرض نماذج اسميها نماذج تتسلل وتعبر حدود الادب القومي، وتقوم بذلك في حركة أو خطوط متعرجة أو دائرية أو أفقية. يعني على عكس الخط المستقيم اللي يبدأ من ألف إلى الياء، أو يبدأ من سين إلى الياء، اللي هو سائد في الروايات اللي تخرج من الخليج مثلاً، أنه الروايات تبدأ من مجتمع النفط أو حتى باقتضاب عن مجتمع ما قبل النفط، ثم تقفز فوق قوة الحداثة إلى المجتمع الحديث. وفي أيضا حالة استسلام لهذه الحياة الجديدة، you know، إنه النفط نعمة، وإنه كأن مجتمع ما بعد النفط هو أول مرة يكون فيه مجتمع، ويكون في نظام طبقي وكل المشاكل اللي تأتي مع المجتمع الحديث. الحقيقة حتى هذا الفصل يسمح بالنظر إلى الماضي باعتباره يوتوبيا، you know، إنه يوتوبيا الكل كان يعيش مع بعض سعيد، والكل يأتي من ثقافة واحدة. وطبعاً هذه سردية، يعني سردية رسمية وسردية إشكالية. أوكي، الشتات. yeah، عندي 4 نماذج، أو بالأحرى هي 3 نماذج خلينا نقول. النموذج الأول هو النموذج الأصعب، لأنه جدا متشعب، ولكن هو أيضا نموذج بالضرورة ثري، ولم تتم دراستها بعد بهذا الشكل، يعني بالترابط مع بعض خلينا نقول. فهناك مثلا أول تجربة نبهتني لأدب الغرباء يعني في السنوات الأخيرة، أول مرة أصادف كتابات ديباك أوني كريشنان، كاتب هندي من مواليد وتربية، يعني من مواليد وتربية أبوظبي، إلى الآن يعيش في أبوظبي. هناك شاعر إيراني إيطالي اسمه أندري نفيس ساهلي، مواليد وتربية أبوظبي أيضا. ف يعني لما صادفت تجربتهم لمحت انه كل منهما يشير الى نفسه باعتباره كاتب من أبوظبي، وهذا كان شيء بالنسبه لي مذهل، لم ألمحه من قبل، خاصه في سياق الخليج. يعني انه يعني حتى اي شخص تربى في الخليج لا يسمح حتى لنفسه انه يعبر عن انتمائه للمكان. فاكتشفت أنهم تجاوزوا مشكلة الدولة أو الجنسية أو القومية هذه من خلال الانتماء إلى المدينة. وأيضاً هذا الشيء نبهني أنه هذا شيء منتشر في أدبيات المهاجرين حول العالم، أن المهاجر دائماً ينتمي إلى المدينة وليس إلى الدولة القومية. تجربة ديباك أوني كريشنان، بما أني أنا حابة أني أركز في الرواية، هي فعلاً تجربة فريدة. كتابة عنده مجموعة قصصية واحدة ومصنفة أنها رواية، يعني على الغلاف مكتوب رواية، كتبها بالإنجليزية.
مع أن لغة الأم هي الملايلامية واسمها مؤقتون أو temporary people. وفي كل قصة من المجموعة، يعني هي قصة منفصلة عن الأخرى، ولكن كل قصة اسمها مثلا الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، فهي رواية يعني نظرة أخرى للرواية بحركة مختلفة، يعني إنه بشخصيات مختلفة ولكن هناك تشارك ما اللي هو الواقع نفسه. الجميل في تجربة ديباك إنه أول مرة تشوف في تعامل أو معالجة لتجربة المهاجر في الخليج خارج جماليات الواقعية، لأن الواقعية مسيطرة بشكل كبير. فهو يستخدم الفانتازيا، لأن هو يؤمن بأن صعوبة هذا الواقع، يعني لما أنت تستخدم الواقعية هناك نوع من التقليص ونوع من التسطيح لهذه التجربة. فهو يختار أنه دائماً تتمرد الشخصية من خلال قوة خارقة، من خلال عناصر فانتازية تسمح للمهاجر بتجاوز هذا الألم أو تجاوز صعوبة هذه الحياة. أحياناً هذه الفانتازيا تذهب إلى مكان شوية خلينا نقول سوداوي، يعني أنه 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 مثلاً في قصة من القصص يصبح هنالك تفكر الدولة باستنساخ البشر، لأنه المهاجرين، لأنه ينو إنه الإنسان هش، ممكن يصاب، ممكن يقتل إلى آخره، فخلينا نستنسخ البشر. فيعني الأستاتيك أو الجماليات الفانتازية تسمح بمعالجة هذه التجربة، تجربة المهاجرين من منحى آخر تمام. من الملايلامية أيضاً، يعني إنه يمكن مثال أشهر والقراء العربي يعرفونه أكثر، اللي هي رواية أيام المعز، كتبها بنيامين، كاتب من جنوب الهند يكتب بالملايلامية. وبكل بساطة يعني أو باختصار، يعني الرواية تتكلم عن شخص يذهب إلى الخليج ليعمل، يكتشف أنه سيضطر للعمل كراعي غنم، وهو كان يتوقع أنه راح يشتغل في مكتب ما. وطبعا يكتب رسائل الى عائلته، وانه هو مضطر انه يكذب ويعيش كذبة المهاجر، انه هذا الوعد، وعد الرخاء اللي 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 يؤمن فيه الجميع ممن ياتون الى الخليج. فهذه الرواية كانت جدا ناجحة سواء في الهند او حتى يعني خارج الهند، والترجمة العربية صدرت ومنعت في بعض دول الخليج. ولكن الجميل في الموضوع إن رواية أيام المعز هي من أول الكتب التي تترجم عن الملايلامية إلى العربية، وهذا شيء مهم، لأن هنالك أكثر من 3 ملايين متحدث بهذه اللغة يعيشون في الخليج، وإلى الآن لا توجد، يعني أعتقد هنالك 5 إلى 7 كتب ترجمت عن هذه اللغة إلى العربية، رغم أن التبادل الثقافي والتجاري والاجتماعي ما بين الخليج وجنوب الهند يعني يمتد إلى ألفية كاملة. فاعتبرها يعني صدمة أنه هذه رواية معاصرة هي تكون من أوائل الكتب، ولكن أعتقد أنه هذا الوعد مرة أخرى، وعد الأدب الغرباء، أنه يفتح أبواب جديدة حتى فيما يخص الترجمة، أنه يتم توسيع مفهوم الأدب وحركة الأدب يعني بأشكال أخرى. هناك أيضا تجربة أحمد زين، اللي هو كاتب يمني يعيش في السعودية، كتب رواية تصحيح وضع وروايات أخرى أيضا عن اليمنيين في السعودية، وكيف أنه بعد حرب الخليج تم استخدام منظومة الهجرة لتجريدهم من رأس المال، أنك تتحول من صاحب عمل إلى مهاجر. والجميل في ذلك أنه أحمد زين وكتاب آخرين من كتاب الشتات في الخليج دائما تلاحظ انه في فهم انه الشتات تجربه لا تبدا من نقطه وتنتهي باخرى، بل هي دائريه وتستمر عبر الاجيال. فتكتشف انه مثلا من يتم ترحيلهم لاحقا ينتهي بهم الامر الى، يعني مثلا في ديترويت، يعني في مثال احمد زين. هنالك ايضا تجربه ابراهيم عبد المجيد، الكاتب المصري، روايه البلده الاخرى، اللي هي يعني رواية صعبة وثقيلة وبطيئة، ولكن يعني حتى هذه الصعوبة والثقل هي محاولة لالتقاط حياة المهاجر.
فهو يعني يقتفي أثر المهاجر من لحظة وصوله إلى السعودية، والحياة اليومية تبادل يومي مع مهاجرين آخرين خلال العمل. الظريف إنه أو المهم بالنسبة لي إنه أو كانت هذه أول رواية أقرأها أشوف فيها الخليج من خلال عين المهاجر، كيف يلتقط المهاجر تحولات المدينة الخليجية، كيف يلتقط المهاجر حتى تبدل العمالة من عمالة عربية إلى عمالة أجنبية، وكيف الدولة تستخدم حاجز اللغة لتكريس الفصل ما بين المواطن وبقية سكان المحيطين. وجزء آخر مهتم فيه إبراهيم عبد المجيد، ولكن أيضا موجود في روايات مصرية كثيرة خاصة بالنسبة للروائيين اليساريين، اللي هو نقد الوهابية في السعودية وتصديرها إلى مصر، وأيضا كيف لعبت أموال الخليج خاصة أموال المهاجرين المصريين يعني العاملين في الخليج ساهمت في دخول مصر إلى مرحلة النيوليبرالية، يعني إن هذا الاقتصاد يعني هذا التحول الاقتصادي حصل لا يمكن أن يحصل أصلا من غير أموال الخليج. ويمكن يعني على الهامش أحب أذكر إنه من ممكن يعني تجربة ما أعتقد إنه ممكن نقول عنها الشتات بالضبط، ولكن مثلاً تجربة رواية وردة لصنع الله إبراهيم صدرت سنة 1992، هي كانت لغاية قبل كم سنة الرواية الوحيدة التي تتكلم عن أو تتناول ثورة الظفار، لأن بكل بساطة ثورة الظفار خاصة في الخليج تعتبر تابو سياسي، يعني وتم محو ثورة الظفار من الذاكرة الجمعية. ويعني لاحظ أن صنع الله هو كان الأول اللي أخذ هذا المشروع، وكان بالنسبة له حقيقة أنه هو كان المدخل بالنسبة له أنه يعني هو أن الظفار كانت تاريخ لليسار العربي، كيف أنه أطياف اليسار العربي اجتمعوا في ظفار وكثير منهم تحول إلى الشيوعية في ظفار. وكان طبعاً هو أضاف أيضاً البعد النسائي اللي هو أن الرواية تركز على مذكرات مقاتلة في ثورة ظفار، ويا لاحظت أنه الروايات اللي خرجت من منطقة عن ظفار خاص لم تخرج حتى آخر سنة، يعني أنه في رواية لخالد البسام مدرس ظفار، رواية أحمد الزبيدي امرأة من ظفار. فيعني أذكر هذه الأمثلة لأن دائما هنالك يعني ميزة ما أو حرية ما يأتي بها المهاجر في اختراق التابوهات، في التقاط هذه التحولات اللي صعب على يمكن سكان المحليين إنه يلاحظوها خاصة تحت وطأة السردية الرسمية. النموذج الأخير فيما يخص الشتات أنه طبعاً هناك نموذج الأدب الفلسطيني في الشتات، اللي هو اعتبره وكأن هناك أدب قومي داخل أدب قومي، أو هناك تقاطع ما يعني في الأدب القومي أو بين مصنفين في الأدب القومي، وأيضاً هناك فكرة أنه كيف الشتات يعني يحول أو يغير من طبيعة الأدب القومي. فنلاحظ مثلاً أنه الجيل الأول من الفلسطينيين الذين كتبوا وعاشوا في الخليج مثل غسان كنفاني، محمد الأشعد، أسماء كثيرة، كان بالنسبة لهم مهم جداً أن احنا نكتب أدب فلسطيني نتخيل من خلاله فلسطين، right؟ يعني الكتاب عن فلسطين من بعد. اليوم نحن أمام نماذج مختلفة، مثل نموذج خزامة حبايب اللي هي ولدت في الكويت وتربت في الكويت، اللي فنكتشف أنه الأدب تحول من الكتابة عن فلسطين إلى الكتابة عن الفلسطينيين وعن حركية الشتات الفلسطيني. مثلاً في روايتها قبل أن تنام الملكة يتحرك الشتات من الكويت إلى العراق إلى الأردن ثم عودة إلى الخليج أو بالضبط يعني إلى دبي. فأنا أعتبر نموذج الشتات نموذج ثري متشعب ضخم، نجد أنه أحياناً ينظر إلى الداخل أو إلى الخارج، يكتب بلغات عدة، ولكن أنه لم يتم التعاطي معه بعد يعني كنموذج جمعي، لأنه مخيلة الأدب القومي تحد من كيفية التعاطي معه وتحد حتى من حركة وترحال الأدب، مثل ما شفنا كيف الترجمة تتحرك أيضاً.
أوكي. النموذج الآخر هو نموذج أدب البدون، تاريخ وولادة أدب البدون. حقيقة قبل 2011، قبل ولادة حراك البدون، ما كان في مسمى اسمه أدب البدون. You know, ما كان في، طبعا كان في أدباء بدون، ولكن ما كان في هذا المسمى حتى بالنسبة للبدون أنفسهم. يعني ما كنت أتذكر إنه ما كنت أسمع حد يقول إنه أدب بدون، ممكن إنه والله كتاب بدون، وحتى هذه الكلمة إنه كاتب بدون كان غير مسموح بها. لأن أنت كيف يعني كيف تعرف عن كاتب بصيغة النفي؟ فكان يتم يعني حتى المحرر يلغي هذه الملاحظة ويلغي هذا التعريف إنه كيف يعني كاتب بدون. قبل 2011 بالنسبة لأدب البدون، كان أغلب البدون ينزح لكتابة الشعر، وكان يعني كان في هيمنة للشعر، وكان في يعني نادرا، يمكن في اسمين راح أتكلم عنهم هم اللي كتبوا في السبت. وأتذكر من الحوارات والنقاشات إنه والله البدون ينزحون أو يختارون الشعر عن الرواية، اللي هو تفسير أنثروبولوجي، إنه والله بحكم إنهم من خلفية عشائرية، وبالتالي ثقافتهم ثقافة شفاهية وثقافة شعرية. وممكن نقول إنه يعني إلى حد ما ممكن هذا الشيء صحيح، ولكن أنا شخصياً أعتبر إنه التفسير سياسي، لأنه الشعر فيه مساحة أكبر للتعبير السياسي من غير التعرض للرقابة والملاحقة البوليسية يعني. وهذه الفكرة أو هذا التحليل بالنسبة لي تدعم بعد تجربة بعد يعني حراك البدون، لأن مع حراك البدون صار في وعي جمعي، صار في إنه تطلعات جمعية، صار في إنه أوكي ما هي هويتنا الجمعية، ما هي ثقافتنا، يو نو، صار يعني لأول مرة ولدت الجماعة بالأحرى، يعني الحراك ولد سمح للجماعة أن تولد، وبالتالي لما صارت الجماعة لها صوت، صار في خوض أكثر في الرواية، صار في جيل جديد من الروائيين وكتاب القصة البدون. نقطة أخرى أحب أذكرها إنه لما بدأ تداول مصطلح أدب البدون، كان هنالك أيضا محاولة لتضمين كتابات المواطنين تحت هذا المصطلح. ويعني بس ملاحظة سريعة، إنه أنا لما أقول أدب المواطن والأديب المواطن، يعني هو فعلا مصطلح ساخر، you know، إنه ولكن أنا أحاول فقط أختطف هذه الثنائية، ثنائية الدولة المواطن والآخر أو المواطن والمهاجر، ويعني أستخدمها بشكل وسيط لشرح هذه، لشرح العلاقات داخل هذا الأدب القومي. فهنالك قصة مهمة أحب أذكرها، إنه في روائي بدون اسمه علي التميمي نشر روايتين. روايته الأولى كانت عن تجربته في محاولة اللجوء، خرج وعبر، أو شخصية يعني شخصية رئيسية تخرج تعبر قارات تصل إلى المكسيك، يعبر إلى الولايات المتحدة، ثم يعني قبل الوصول إلى كندا يتم اعتقاله وترحيله إلى الكويت. فكتب رواية عن هذه التجربة. القصة الطريفة والتراجيدية إنه هنالك كاتبة عمود في جريدة الجريدة، كاتبة كويتية، قامت بالكتابة عن هذه الرواية على أساس إنها قصة شاب كويتي، you know، ولا تذكر بدون أبدا يعني في المقال تقول إنه فيك شاب كويتي يعني عانى وذهب ووصل وتم اعتقاله وترحيله، ودون الشرح يعني لماذا يضطر هذا الشاب الكويتي لفعل ذلك. فأنا أعتبر هذه القصة فيها رمزية لكيفية تعامل المواطن مع تجربة البدون، ومع حتى البدون كشخصية. يعني إنه في الرواية الكويتية عن البدون، مثلاً أشهر الأمثلة ساق البامبو، مثال رواية سعاد لبثين العيسى، مثال رواية العنقاء والخل الوفي لإسماعيل بدر إسماعيل، كل شخصيات البدون في هذه الروايات وفي أمثلة أخرى تجد أنها محبوسة في رمزيتها، يعني أو كما يقال في الإنجليزية allegory، yeah؟ فهو محبوس في رمزيته، هو تجد أنه هو كأنه مجرد جسد يمثل كل الرسائل والتعليقات الاجتماعية السياسية اللي يحب الكاتب يقولها عن قضية البدون. فبالتالي تجد أنه هذا الشخصية
بلا أبعاد، بلا عمق، بلا 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 حتى لحم ودم، يعني إنه 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 تكون شخصية محبوسة في رمزيتها، غارقة في وطنيتها، غارقة في 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 سنتم في السنتمنتاليتي، يعني في وهناك أيضا خلط ما بين الانتماء والجنسية، يعني إنه ممكن واحد يكون ينتمي من غير جنسية أو العكس، ففي خلط إنه ويشعر كاتب كأنه عنده مسؤولية في يعني جعل شخصيته بدون أشبه بأكبر قدر ممكن لشخصية المواطن الكويتي، اللي هو طبعا يعني مواطن متعدد، ولكن يجب أن نرسم صورة واحدة بحيث إنه هذه الصورة هي تبرر أو تدعم انتماء البدون وحقية البدون في 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 الانتماء. على العكس تماماً، نجد تجربة يعني تجربة الكتاب البدون. أنا راح أركز على نموذجين أو بشكل سريع، يعني قبل الحراك، يعني إنه الاسمين الوحيدين اللي كتبوا في السرد، اسم الأول تجربة كريم الهزاع اللي كتب قصص قصيرة كلها تركز على الرجل الأب البدون اليساري حقيقة، يعني دائما تلاحظ أنه في هذه الملاحظات النابعة من وعي يساري اللي عاش في مجتمع سبعينات برخاء الاجتماعي ومجتمع متعدد، ومن ثم بعد حرب الخليج يعيش فترة مختلفة تماما اللي هي عاش كل البدون مرحلة التقشف والقمع والحرمان، فبالتالي هو يلتقط يعني هذا التحول الجذري اللي عاش البدون قبل وبعد حرب الخليج، وهذا تاريخ طبعا مطول. انا اعتقد انه البدون الى الان يعني ما زالوا بحاجه يعني ما زلنا بحاجه لتنقيب هذه الفتره الصعبه جدا اللي هي فتره حرب الخليج وما نتج عنها من ترحيلات جماعيه ومن قمع وحاله خوف. التجربه الاخرى اللي هي تجربه ناصر الضفيري، كتب ثلاثيه الجهراء. في تجربة ناصر نجد أن في تعدد رواة، في مصائر متعددة، وهنالك أيضا نقطة ذكية أنه هو يحاول يفكر بال 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 يعني يفكر بظاهرة البدون، أن هي صحيح أنه أوكي في نوع من التمييز القائم على والله انه انتم قبائل من اصول معينه، او انتم في 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 هذه السرديات اللي يقول انه مثلا انتم من طائفه معينه، وهي على فكره سرديات يعني غير صحيحه، لان قضيه البدون في البدايه يعني طبعا ديموغرافيه البدون تحولت مع السنوات، وهنالك يعني استهداف لجماعه معينه من البدون، ولكن في الأساس هي كانت يعني ظاهرة نتجت عن عنف بيروقراطي اللي هو عنف نشأة الدولة، right؟ وعنف الحدود، you know؟ فناصر واعي لهذه النقطة، ونجد أنه في الجزء الثاني من الثلاثية الشخصية الرئيسية يكون كويتي ويتم تجريده من الجنسية، فبالتالي هو يحاول يعني ينبهنا لكيف أنه الجنسية يعني يتم تسليحها، وكيف انه يعني حتى سؤال الانتماء يصبح عبثي في اذا نفكر في عنف الجنسيه او كاداه بيد الدوله. بالنسبه لي تجربه ادب البدون يعني تجربه متسلله بامكانها ان تهز بنيه الادب القومي، لان البدون ايضا يعني يرفض هذا الفهم اللي المتجذر بأن الانتماء وبأن حتى هذا الانتماء للأرض هو دائما يتم توصيفه باعتباره محصور على الحاضرة، you know؟ فحتى في سرديات الدولة، حتى في الثقافة المهيمنة الجمعية، إنه أبناء المدينة أو أبناء الحاضرة هذا هو الانتماء، هذا هو صاحب الأرض، بينما بالنسبة للبدون اللي هو أصلا يعني في الغالب أنه عنده تاريخ ترحال، عنده تاريخ عابر للحدود المعاصرة بين الدول، فيخلخل هذا المفهوم بحيث أنه الأرض تعود مرة أخرى هي أرض تتجاوز القوميات وأرض مفتوحة، وأن هنالك انتماء أعمق ما بين بيئة الإنسان، يعني بين الإنسان وبيئة الطبيعية اللي هي ما قبل الدولة القومية. أوكي، التجربة الأخيرة
تجربة محمود التراوري هي يعني تجربة شخص واحد، ولكن هي فعلا تجربة ثرية ومهمة، ويعني لاقت رواج في السعودية، له قراءة رغم انقطاعه يعني الفترة الأخيرة لسنوات ما أصدر شيء، ولكن هو حسب معرفتي إنه هنالك رواية جديدة سيطرحها. ومحمود تراوري نعرفه كروائي سعودي رغم حرمانه من ورقة الجنسية. يمكن أشهر رواياته رواية ميمونة اللي أعتبرها عمل استثنائي وخاص، صدرت في عام 2007 يعني حتى قبل يعني هيمنة موجة الكتاب عن الأقليات في الرواية المعاصرة. ويعني الرواية بيسكلي تركز على أسرة ميمونة وهجرتهم إلى الحجاز هرباً من المستعمر الأوروبي اللي استهدف الجماعات المسلمة في أفريقيا. الرواية تستعيد الحجاز باعتبارها منطقة عبور، وكيف أن هذا العبور المستمر لعب دور رئيسي في تشكيل ثقافة هذه المنطقة. ومن جهة أخرى ينجح تراوري في استعادة وتشكيل الحجاز باعتباره أو باعتبارها كمنطقة يعني جزء من الشتات الأفريقي. ونجد أن تفاصيل الرواية وعلى الأخص الحوارات غارقة في المحلية، فلاحظت حتى أنه لما أشارك هذه الرواية بعض الأصدقاء اللي لم يألفوا يعني اللهجات الخليجية تصعب عليهم الرواية. ولكن بالنسبة لتراوري هو كان واعي أنه التاريخ الأفريقي للحجاز مهمش وسيستمر تهميش هذا التاريخ، وكيف هذا التاريخ يعني كيف وجود الأفارقة حتى دخل في 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 اللغة في اللهجة في التعبيرات. يعني فهو عرف إن الرواية يجب أن تلعب هذا الدور، دور الوعاء الثقافي اللي يعني من دونه تاريخ المهمش يختفي. من جهة أخرى نكتشف أن رحلة اللجوء والعبور هي أيضا رحلة الشتات والقهر والاستعباد، حيث يقوم البدو والأعراب يعني هذه أوصاف اللي في الرواية باختطاف وتفريق أفراد الأسرة الواحدة وبيعهم كرقيق. وننتبه هنا كيف تتجاوز تجارة العبودية موانئ البحر وتذهب إلى أعماق الجزيرة، وتتابع الرواية شخصيات هذه الأسرة ومحاولات الهروب وحتى النوستالجيا إلى الأرض الأم. وأيضا تتميز رواية تراوري من خلال يعني أنه بسبب بعد ما قرأت ميمونة حقيقة انتبهت أنه أنا كل الروايات الخليجية اللي قريتها عن تاريخ العبودية خاصة استعباد الأفارقة، لأن العبودية ما كانت محصورة، الاستعباد ما كان محصور على الأفارقة، ولكن في المخيلة الجمعية والوعي الجمعي هنالك ارتباط بين الأفريقي والاستعباد. فاستوعبت من هذه الرواية أيضاً أنه كل الروايات الخليجية تتطرق لهذا التاريخ الصعب دائماً تبدأ من مش بس من مجتمع النفط، ولكن تبدأ من وصول المستعبد إلى الخليج، وكأنه هو يأتي من 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 الفراغ يعني، وكأنه ليس له اسم قبل وصوله، ليس له ثقافة، ليس له يعني أرض وأسرة وناس يحن لهم يريد العودة إليهم. فرواية تراوي بالعكس تماماً يعني تعطي كل هذه الأبعاد وكل هذه الإنسانية والتفاصيل والأحاسيس في هذه التجربة الصعبة. يمكن مثال سريع أحب أعطيه يعني إنه في أكثر من مثال حقيقة، بس يعني بهدف اختصار الحديث ممكن أتطرق له في المناقشة، ولكن المثال السريع إنه رواية النواخذة للكاتبة الكويتية فوزية شويش السالم. في رواية النواخذة هناك شخصية امرأة أفريقية ومستعبدة تصل إلى بيت كويتي يعني تصبح جارية، ولكن تحبل من السيد، فبالتالي هي تصبح يعني يعتق رقبتها، تصبح زوجة السيد، ابنها يولد انه ابن السيد يو حتى تطلب، اظن انها اذا ما خانتني الذاكره تطلب من 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 زوجها او اللي السيد يعني تطلب منه انه يعتق رقبة حتى اخوها على اساس انه هو خال الابن. وطوال الرواية يعني هي الرواية تبدأ من محاولة يعني إدانة أنه حتى هذه ممارسة الاستعباد باعتبارها وحشية وعنيفة وغير إنسانية، ولكن في الجزء الثاني الرواية تقوم بخيانة المستعبد، باختطاف المستعبد واستنطاقه
بخطاب خطاب الأمة خلينا نقول، اللي هو أنه تلاقي شخصية ما عندها أي حنين للماضي، لا تذكر أي شيء من الماضي، وبل وتؤكد دائما أنه أوه يعني الكويت وطني، والكويت أنه أنا سعيدة بالكويت، يعني بهذه الروح الانهزامية يعني. والفكرة طبعاً من هذا التحول في الخطاب داخل الرواية أنه هي محاولة لإدماج المستعبد في جسد الأمة من خلال طبعاً منظومة الأسرة، وأنه نفهم من ذلك أنه الاندماج هذا بالضرورة وفعلاً هو حاصل في كل مجتمعات الخليج، أنه هذا الاندماج رغم أنه هو نجح بشكل ما، أنه نجح بمعنى أنه تم استخدام المواطنة لشمل الناس اللي تم استعبادهم إلى الخليج، ولكن أنه يظل هذا الاندماج هي عملية عنيفة، هي عملية عنيفة قائمة على محو كامل لتاريخ هؤلاء الأشخاص أو العائلات أيضا. وهناك أمثلة أخرى ممكن أتطرق لها يعني. بالأخير أحب أقول أنه يعني من خلال استعراضي لهذه النماذج، أنا أؤمن أنه أدب الغرباء، ما أسميه بأدب الغرباء، عنده يعني في أنه يفتح الآفاق أمام تجربة الأدب في الخليج، أنه يسمح لنا باعتبار الخليج كمنطقة عبور، كمنطقة عابرة للقوميات، كمنطقة يعني أغلب سكانها هم أصلاً من يعني الغالبية العظمى من المهاجرين، ولكن هذه الأغلبية العظمى يتم تهميش ثقافتهم بل إسكاتها بشكل كامل. وأنا أعتقد أنه بالعكس هذا النماذج اللي استعرضتها والآفاق اللي يفتحها أدب الغرباء هو يوسع يعني احتمالات الأدب، وحتى يثري هذه المخيلة، يعني مخيلتنا الجمعية يثريها ويفتح أمامها آفاق جديدة. وشكراً، أنتظر منكم أسئلتكم أو تعليقاتكم. سنفتح الآن مجال للأسئلة، لكن مع الأسف أكرر اعتذاري، لن يكون هناك مكان للأسئلة عن طريق الفيديو، سوف يكون أسئلة فقط عن طريق الشات، ذلك الأسباب اللوجستية متعلقة بالتنمر الإلكتروني وصلتنا بعض الأسباب التي تؤكد أن الضرورة أن نستمر عن طريق الشات. لدينا استفسار هون من أحمد عثمان. شكرا جزيلا على العرض المفيد للغاية، لدي استفسار. سردت أمثلة روائية متنوعة يمكن القول أنها تمثيلات الخليج في كتابات الغرباء، مؤلفين مؤلفات عرب وغير عرب، لكن ما وجه الشبه بين هؤلاء الغرباء وبين البدون، سكان محرومون لأسباب سياسية من الحصول على الجنسية؟ شكرا على هذا السؤال. يعني ممكن أقول بكل بساطة، أنا يعني حتى استخدامي لكلمة الغرباء يعني هو مصطلح فعلا شعري، you know، إنه هي مش مصطلح مثلا تقني أو قانوني أو حتى سياسي، فما كان قصدي إنه مثلا أصور البدون باعتبارهم غرباء، بالأحرى إنه في فكرة إنه الغريب من الداخل، هنالك الغريب من الخارج وهنالك الغريب من الداخل، وأنه كيف نظرة هذا المنفي في الداخل تكون نظرة خاصة، نظرة نقدية، نظرة يعني مهمة ويتم ترجمتها عبر الأدب. فبالتالي أنا بس حبيت أنه أجد مصطلح ممكن يكون مظلة لكل هذه التجارب اللي هي طبعاً جداً ثرية ومختلفة ومتباينة، you know، فمن هذا الباب. بس حب إذ عمر إذا ممكن أيضاً في سؤال كتب بالإنجليزية، ولكن ممكن أجيب عليه بالعربية. السؤال من دكتورة دلال فارس. دكتورة منى، ممكن أن تشرحي أكثر عن الأرض ك central figure، ك صبغة أساسية في ثقافة أو
في 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 أدب البدون، في آخذين بالاعتبار مسائل الزمن، مسائل الحدود، مسائل الهوية القومية، علما أن هذه الأسباب كلها متشاركة. أحب كثيرا عندما ذكرت مسألة الحجاز كمكان انتقال خصوصا من أعمال محمد تراوي أو شكراً. بعدين قامت هي بترجمة سؤالها في النهاية، بس يا شكراً على الترجمة. أوكي، بالنسبة لمسألة الأرض حقيقة يعني هي مسألة، لو أركز على 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 مثال البدون في الكتابات المبكرة، خلينا نقول لاحظت إنه في نوع من العاطفية، you know, sentimentalية العاطفية تجاه الأرض، وكأنها إنه دائما في تأكيد إنه هذا الانتماء، ويعني في طبعا يعني الأدب البدون لطالما كان أسير لنظرة المواطن، كيف إنك أنت تبرر وجودك للمواطن، كيف إنه تبرر حتى انتمائك. ولكن أعتقد إن هذا الشيء الآن صار يعني صارت فكرة الأرض تناقش بشكل أكثر نقدية. فمثلاً هنالك يعني باحث بدون يعيش في لندن نشر مقالة من فترة قصيرة، أحمد بن سويد، مقالة جداً مهمة بالنسبة لي، لأنه هو يحاول يفكر يعني يحاول قراءة تاريخ البدون باعتبار سكان أصليين في الجزيرة. ولكن مثل ما ذكرت أنه دائماً الحاضرة وسردية الدولة تعتقد أن الانتماء إلى الأرض بالضرورة معناته الاستقرار في مكان واحد. ففي مقالة مثلاً بن سويد هو يحاول يفكر أنه لا، يعني أنه الانتماء البداوة والترحال مش معناها ما في انتماء للأرض، بالعكس هناك علاقة قوية مع الأرض في هذا المثال. والنقطة الأخرى اللي بن سويد يذكرها أنه حرمان البدون من الانتماء ومن الجنسية هو أيضا لا علاقة في حرمانهم من حقهم في هذه النفط، في هذه الأرض الثرية بالنفط. يعني فهو كيف أنه أنت تنهي هذه العلاقة من خلال التشكيك في حتى هويتهم، يعني التشكيك في هذه الهوية وشرعيتها. فيعني أتمنى أن هذا الجواب يكون مفيد بالنسبة لسؤال دكتور دلال، ولكن أيضا مواطنة ما فهمت الجزء الثاني فيما يخص تراوري، ولكن يعني خلينا نقول إنه ممكن يعني مرة ثانية إنه أنا أعتبر الخليج عابر للقوميات، وإنه أو يعني كمساحة عبور، مساحة ترحال. فحتى دائما أذكر هالشيء إنه الواحد ممكن يهاجر 10 كيلومترات أو ممكن يهاجر 3 قارات، يعني بالحالتين هي هجرة وهي حالة عبور. فبالتالي في المثالين ممكن نطبقهم. بتذكر كاتب مثل ناصر الطفيري دائما بيأكد على مسألة هذا الأدب كويتي، هو كاتب كندي كويتي بدون كل هذه الإشكاليات معه. في عنا سؤال أيضا من غزل الحربي، محاضرة ثرية دكتورة منى، شكرا لك. أتساءل عن الأدب الذي يكتبه المواطنون عن الغرباء داخل الوطن، هل يدخل في نطاق الأدب القومي على اعتبار أن المحتوى يعكس ويعالج بشكل دقيق قضايا المهمشين والمهاجرين؟ يا شكرا. نقطتين، اولا عمر عن ما ذكرته فيما يخص الراحل ناصر الضفيري، انا حقيقه اتفق معك انه انا كنت اشوف هذا الشيء اشكالي، انه كيف يركز ناصر الضفيري على انه هذا الادب كويتي. يعني ما اعتقد انه هذا التاكيد لا اي اهميه، وبالعكس انا اعتقد انه هو يعني تاكيد مضر، لان انت محتاج انه يتشكل ادب البدون وان يتحرر البدون بتعبيره الثقافي ومخيلته عن يعني أدب المواطن، ومثل ما ذكرت الأدب القومي. ولكن أنا أعتقد أنه هو يعني حتى لما ذكر هذه النقطة يمكن كان هو تعبير عاطفي أكثر من نقدي.
بس بالنسبة لسؤال أستاذة غزال أو غزل الحربي، اعذريني إذا غلطت بالاسم، فيما يخص المواطنون، أنا ركزت حقيقة بما أنه في المرحلة الأولى كنت مركزة على تجربة نسائية في الخليج، لاحظت أنه يعني هو طبعاً أنه الروايات التي تناقش قضايا المهاجرين ما دامت يعني مثل ما ذكرت الأدب القومي شروطه جدا هزيلة، الجنسية واللغة فقط مش مهم، يعني أنت ممكن تكتب عن روسيا ولكن يظل هذا مثلا أنه أدب سعودي أو كذا، فبالتأكيد هو يدخل تحت المصنف، ولكن أحب أذكر أنه مثلا في روايات النساء عن المهاجرين أو المهاجرات أحيانا تجد أنه الخطاب الموجود يكون إشكالي، يكون خطر، مثل أنه فكرة أنه والله المرأة المواطنة تشعر بأن المهاجرة تأخذ مكانها أو تكون بديلة لها في القوى العاملة، وبالتالي يتم أنه وكأن المهاجرة هي سبب في تقييد المرأة المواطنة. نفس الشيء ممكن نشوفه في صورة المهاجر باعتباره مغتصب، هذه صورة لاحظتها في الكثير من سرديات النساء، انه سائق التاكسي او السائق مثلا الشخصي، انه هو اللي يقرر حركتي اليوميه، انه هو ممكن يكون متحرش الى اخره. في حتى هذا الخطاب نجده يعني خلال حمله قياده السيارات في السعوديه، كان هذا الخطاب موجود، انه شيطنه السائق على اساس انه هو خطر عليها، فبالتالي انه من خلال فكره الشرف انه انا المفروض يعني احصل على حق قيادة السيارة. فأذكر هذه الأمثلة بشكل سريع فقط لأنه يعني بس كأمثلة أنه كيف أحيانا المرأة تتشارك هذه الخطابات العنصرية مع الرجل وتستخدم كونها مرأة في تبرير هذه الخطابات. المشكلة أنه عم تزداد تعقيدا طبقة فوق أخرى. عندنا سؤال من أحمد ناجي، مؤخراً أعلنت الإمارات عن سياسات لتعديل قانون الهجرة والسماح بالتجنيس، هل مثل هذه التوجهات برأيك قد تجعل المجنسين أدباء من أهل البلد، أم أن مسألة الغربة مرتبطة بالعرق والعائلة؟ والله هو سؤال ذكي حقيقةً، لأنه أنا أحياناً أسأل نفسي هذا يعني أسأل نفسي هل مشكلة مثلا خلينا نقول هل مشكلة البدون تنتهي يعني بمجرد الحصول على الجنسية مثلا، you know، إنه هل يعني فبس نقطة واحدة أحب أذكرها، يعني إنه حتى كل هذه التوجهات منها قرار الإمارات للتجنيس هي بأهداف استثمارية، هي مش بأهداف إنه توطين المهاجرين اللي صار لهم أجيال عايشين في البلد، بل يعني توطين رأس المال بالأحرى، اوكي. ولكن احب اذكر انه في نماذج في الكويت انه يعني كاتب او اثنين تم تجنيسهم في وقت مبكر لاسباب خلينا نقول انه مثلا الزواج او يعني ارتباط عالي، يعني فلاحظت انه يعني قبل يعني هذه التجارب كانت قبل التجنيس، وبعد التجنيس ما كانت تتطرق لقضيه البدون، you know؟ فحقيقة ما عندي حتى إنه ما عندي أي نموذج أقدر أحكم عليه، ولا يعني ممكن أنا أتكلم عن نفسي شخصياً، ما أعتقد إنه هي الجنسية اللي يعني تغير تجربة الواحد، يعني مثلاً ممكن أقرب مثال ممكن نفكر فيه اللي هو ناصر الضفيري اللي هو خرج إلى كندا وحصل على الجنسية وظل يكتب عن قضية البدون، يعني بالأحرى كرس نفسه للكتابة عن قضية البدون. شكرا دكتورة. عندنا سؤال من فرح فيصل. سلام دكتورة، أشكرك على الحوار المفيد ومشوق. سؤالي متعلق عن شيء تكلمتي عنه في البداية كمترجمة، هل تشعرين أن الكاتب الذي لا يكتب بلغة الدولة التي يكتب عنها له نفس المنصة بالأدب القومي كالكاتب الذي يكتب بلغة الدولة؟ Yeah، اعتقد انه اذا نركز يعني على تجربه على يعني على الاقل في سياق الخليج، نلاحظ انه اذا الكاتب كتب بلغه غير العربيه
هو يخرج عن نطاق الأدب القومي، you know؟ إنه فمثل ما ذكرت الآن صار في تجارب لأول مرة نشهد إنه في جيل جديد يكتب باللغة الإنجليزية، وطبعاً هذا لا علاقة في إنه أصلاً الإنجليزية أصبحت دولة يعني لغة العالم، you know، لغة الجميع، والبعض يعتقد إنه أوكي، إنه أعتقد بالنسبة لي إنه أغلب اللي قرروا هذا القرار لا علاقة بوضعهم الطبقي، إنه هو تعلم يعني في مدارس أجنبية، فبالتالي يعني في تمرس أكثر. في أيضا لاحظت في بعض التجارب إنه خاصة السعودية اللي هم تربوا في الولايات المتحدة بسبب عائلتهم أو كذا، فهي فعلا مصادفات مش حركات جمعية أو ممكن نقول تحول. الغريب إن هذه النماذج فعلا يتم إقصائها من الدراسات الجمعية، ولا أعرف إلى أي درجة مهم هذا الإقصاء يعني، ولكن إنه أنت يعني تبدأ تسأل نفسك هذه الأسئلة. يعني أنا شخصياً أكتب بالعربية والإنجليزية، ولكن أشعر إنه شيء غريب إني أكتب مثلاً عن أمريكا بالعربية، يعني إنه كيف هذا الشيء يهم القارئ العربي. فهذه أسئلة، وأعتقد إنه بحكم إنه هاي تجربة جداً جداً حديثة صعب إنه نحكم عليها، ولكن قلقي الوحيد إنه يعني صعب أن الواحد يتم تصنيفه فقط أنه والله كاتب مسلم أو كاتب عربي، يعني أنه فعلاً تحس أنه هذا التصنيف هش، وتبدأ تفكر أوكي هذا الكاتب يعني هل هو جزء من حوار جمعي، يعني هل هو طرف في حوار جمعي، أي حوار جمعي. فهذه يعني تساؤلات مفتوحة. تعقيباً على الفكرة اللي تكلمت عنها، بحكم أن منطقة الخليج هي المنطقة القادرة على شراء الأدب، قادرة على استهلاك الأدب مادياً، السؤال بطرحه هون أنه من هو الجمهور لأدب الغرباء؟ سؤال منو؟ هذا سؤالي أنا. جمهور أدب الغرباء فعلا متعدد، يعني الأمثلة اللي أنا ذكرتها إنه رواية أيام الماعش إنه يعني كانت جدا رائجة في الخليج، you know، إنه وبنفس الوقت كانت طبعا رائجة في جنوب الهند، لأنه يعني حاكت تجارب ناس كثر. في عندك رواية أو المجموعة القصصية لديباك أوني كريشنان، المثير أنها لم تترجم إلى العربية مع أنها تحدث تماماً في أبو ظبي، لاقت بعض الرواج في الهند، ولكن أغلب من قرأ هذه الرواية هم ناس في أوروبا في أمريكا اللي مهتمين بشكل عام بتجربة المهاجر. يعني ما في جمهور واحد بكل تأكيد، وأنا أعتقد أن هذا شيء يعني إيجابي بالعكس لأدب الغرباء، أنه هو يفتح يعني يفتح يمكن رجعنا لحلم جوتا عن الأدب العالمي كأدب مفتوح. شكرا. عفوا، نعم بتدخل بأسئلتي ضمن أسئلتي. واضح في عنا ممكن 11 سؤال. في عنا سؤال من أحمد بلالو، آسف إذا لفصل الاسم بطريقة غير مناسبة، هل يمكن أن نعتبر المؤلفين العرب من جنسيات عربية أو اللغة العربية لغتهم الأم ممن ولدوا وعاشوا طوال حياتهم في الخليج ينتمون بشكل أو بآخر للأدب الخليجي حتى لو تم تصنيفهم بعكس ذلك؟ بكل تأكيد، الإجابة بكل تأكيد. يعني أنا أذكر أنه مثلاً يعني في حوارات مع بعض الكتاب اللي ولدوا وعاشوا في الخليج ولكنهم يعني لا يحملون الجنسية أو الآن يعيشون في خلينا نقول في الغرب، دائما تكون في هذه المفارقة إنه أوكي ندعو الدولة الفلانية إنه تكون هي ضيف الشرف، دولة خليجية ضيف الشرف في مش عارفة معرض كتاب أو كذا، فيستغرب الكوريتر إنه يستغرب إنه أوكي في فصل إنه لا أنت ما ممكن تجيب خلينا نقول ديباك أوني كريشنان لأنه هو مش إماراتي، you know، إنه بس ممكن نجيب كذا، you know، في هذه التقسيمات اللي هي يعني عجيبة شوي إنه it doesn't really make sense. فأنا بالنسبة لي الموضوع مش لا علاقة بالانتماء قدر ما لا علاقة في إنه توسيع
يعني تجربة هذا الأدب، إنه أنت يا صوت إذا واحد مثلاً هو كاتب هندي وأيضاً كاتب إماراتي، أو إنه هو كاتب يعني، أو حتى تجربتي الشخصية يعني، إنه أنا كاتبة أكتب بالعربية ولكن الآن في أمريكا لأني صرت أكتب بالإنجليزية وأعيش في أمريكا صار لي 10 سنوات صرت كاتبة عربية أمريكية، you know؟ شو يعني لا ما أعتقد في مانع إنه واحد يحتل أكثر من مكان، خاصة إنه إحنا الآن نعيش في عالم صار في ال يعني نزوح البشر بالجماعات، يعني صار هذا واقعنا الجديد يعني. وحتى مثل ما ذكرت في بداية المحاضرة إنه أحادية اللغة هي لعنة صارت مع الدولة الحديثة، فبالتالي إحنا إذا ممكن نقاوم هذه اللعنة ممكن ندعم ثنائية اللغة أو تعدد اللغات، بالعكس يعني هذا يثري من التجربة الأدبية. شكرا دكتورة. سؤال من طلعت فاروق، شكرا على العرض الثري، ألا يمكن اعتبار تصنيف البدون استلاب ضمني لحقوق المواطنين أصحاب الأرض بصورة تدفع إلى تطرف وصفهم بالسكان الأصليين، لأن الوصف الأخير ينطوي أيضا على إشكالية اعتبار الدولة الذين ينتمون إليها كيانا خارجيا مستعمرا، هناك شعور عام باستلابهم حقوقهم رغم أن هناك بعض من هؤلاء المواطنين الذين يرفضون أصلاً فكرة التجنيس أو الانضمام لهوية قومية أو وطنية. بالتأكيد يعني إن أوكي أنا أفهم طبعاً إنه لما نقول سكان أصليين أول شيء يخطر في مخيلتنا خاصة كعرب يعني إنه نفكر في قضية فلسطين فنفكر في مستعمر، ولكن يعني في دراسات السكان الأصليين خاصة في مثال أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية الدولة بحد ذاتها هي كيان عنيف، you know؟ هي كيان يعني قائم على العنف، قائم على إزاحة الآخر، فبالتالي مش مضطر إنه إحنا نقول إنه خارجي ومستعمر، ولكن أيضا هو كيان عنيف وكيان يحاول يعني إنه يدفعك إلى إنه تبرر نفسك إنه أنت كيف ترحلت ولا أنت كيف تنقلت في هذه المنطقة، أو إنك أنت تثبت وجودك بالأوراق، يعني في عصر ما كان فيه أوراق حتى you know؟ فهذا العنف يعني اللي يحدث فعلا يشابه عنف الاستعمار، ولكن بالتأكيد هو مش إنه يعني كيان خارجي. فأعتقد إنه إطار التفكير في البدون كسكان أصليين، وحتى أنا لما وصلت لهذا الإطار وصلت له من خلال دراسة المهاجرين نفسهم، يعني حتى المهاجر إنه تفكر في أجيال يعني تعيش في هذه المنطقة بنت هذه المنطقة، يعني هذه نقطة أخرى إنه يعني أنا دائما أركز على فكرة الشغل أكثر من فكرة الانتماء والأصالة، you know؟ لأنه الشغل you know إنه أنت بنيت هذا المجتمع أنت لك حق في هذا المجتمع بكل بساطة يعني. وهذا يعني إطار أعتبره أكثر عقلانية من إنه نفكر مين كان الأول أو مين كان صاحب الأرض. شكرا دكتورة. سؤال من سيدة زهرة القطان، رأيك دكتورة في الأدب المتعاطف مع المهاجرين المكتوب من قبل مواطنين مثل ساق البامبو لسعود سنعوسي، هل تعتبرين أن هناك إشكالية في هذه المحاكاة لتجربة المهاجرين والتي لا تنبع من صفة شخصية من قبل الكاتب؟ أنا شخصياً أؤمن بأن يعني أؤمن إنه جميع لا حق الكتابة عن أي شيء، يعني إنه ما لا أؤمن إنه والله صاحب القضية فقط هو اللي يتحدث عن القضية، وحقيقة أحياناً صاحب القضية هو يقع في ذات الفخ، يعني ممكن أو يقع في فخ مختلف شوية، إنه يعني مثل ما ذكرت إنه في أدب البدون في مثلاً في هذا الفخ اللي هو إنه كيف إنه أنت دائما تنظر الى نفسك من خلال عين المواطن، you know؟ وهذا الشيء يعني الناس صارت شويه تتمرد عليه في الفتره الاخيره، فانا اعتقد انه هذه التجارب مهمه بكل تاكيد لها اشكالياتها، يعني انه مثل ما ذكرت انه انا اكثر شيء يخيفني في هذه التجارب انه يتم استخدام المهمش باعتباره مجرد رمز مش كشخصيه ذات ابعاد ذات تطلعات يعني ولها تناقضاتها ولها you know مشاعرها إلى آخره، فيتم تحويلها إلى رمز ويعني وتصير كأنها جسد ملغم بالرسائل you know، ولكن
بكل تأكيد يعني لازم هذه التجارب تكون موجودة، وأعتقد إنه يعني هذا تحول جيد في التجارب الأدبية في المنطقة، إنه يعني إنه كانت يعني كانوا المهاجرين لا مرئيين في النتاج الثقافي، كأنهم مش موجودين you know أو موجودين كظلال. فهذا تطور جيد، وأتمنى إنه يكون الطرح أكثر تعقيدا مع الوقت. لدينا الآن سؤال من فيدريكو بازولي. شكرا جزيلا على المحاضرة الملهمة. هل لك أن تقولي لنا أكثر عن الجانب التقني لهذه السرديات الهامشية؟ هل تعتقدين أن هناك علاقة ما بين القومية والواقعية كوسيلة للتعبير الأدبي؟ هل التجاوز للواقعية أمر شائع في النصوص التي تبحثين فيها؟ يا سؤال جميل جدا. اليوم يعني بالمصادفة نشرت مقالة على موقع جدلية عن تجربة المهاجرين اللي من كيرلا، من جنوب الهند في الخليج. وأنا أذكر هذه المقالة لأنه أنا دعيت صاحب المقالة اللي هو دكتور محمد شفيق، أستاذ في إحدى جامعات في جنوب الهند، مختص في التعبير الثقافي ل يعني مهاجرين من كيرلا الى الخليج. اولا انا انتبهت من خلال يعني سنوات الدراسه والبحث انه صعب نفكر بالخليج او دراسات الخليج من غير دراسات جنوب اسيا. يعني هذا في تاريخ مشترك، وغريب جدا بالنسبه لي كيف انه لا يوجد تبادل بين المنطقتين. طبعاً يعني في حاجز اللغة، ولكن الآن حتى هذا الحاجز يعني ما عاد ممكن نبرره، لأنه في عدد هائل من الدارسين والكتاب اللي مختصين في الخليج يعملون بالإنجليزية، ونفس الشيء في دول جنوب آسيا أو شبه القارة الهندية. أذكر هذه المقالة لأن دكتور محمد شفيق ينبه لهذه النقطة، أنه من خلال تجربة كيرلا إنه كيف المهاجر ينزح إلى الفانتازيا في تناول هذه في تناول تجربة الهجرة، بينما دائما تلاقي أدب المواطن كما أسمي ينزح إلى الواقعية. إنه أنا في فكرة إنه الأدب هو مرآة للمجتمع، وهي فكرة جدا خطيرة وجدا إشكالية ومتكرسة في الأدب العربي بشكل عام، وأيضا هي من ترسبات الواقعية الاشتراكية اللي يعني ارتحلت في من خلال أدبيات اليسار. مثال أحب أذكره يعني لمناقشة الموضوع الجماليات وفشل الجمال، لما أنا أقول إنه أغلب النساء فشلنا ولكن بعضهن نجحنا، أقصد مثلاً مثال إنه أول رواية عمانية تكتبها امرأة، طبعاً أنا هذه الألقاب أعتبرها مضحكة، ولكن يعني إنه خلينا نقول في الأدب الحديث إنه امرأة كذا، هي رواية الطواف حيث الجمر لصاحبتها بدرية الشحي. رواية يعني ممكن نقول عنها هي رواية بدائية، رواية إنشائية كتبتها الكاتبة بهدف تسليط الضوء على العنصرية ضد السود وتاريخ عمان في زنجبار خاصة. فتبدأ الرواية من أنه والله الشخصية الرئيسية اسمها زهرة، تكتشف أنه ابن عمها اللي عايش في زنجبار تزوج امرأة أفريقية، وبالتالي صار الجميع يضحك عليها ويحاولون إرغامها على الزواج. فتقرر زهرة الهرب إلى زنجبار والبحث عن ابن عمها. فطوال الرواية هي دائما ظلت تستدعي هذه المرأة السوداء، أنه باعتبارها مرأة قبيحة، وكيف تزوج المرأة القبيحة علي أنا المرأة العربية البيضاء الجميلة إلى آخره. و يعني تصعد السفينة، تكتشف أنها سفينة على ظهرها يعني رجال أفارقة مستعبدين، وتصورهم باعتبارهم أن هي دائما خائفة منهم كمغتصبين، وتصل إلى زنجبار. يعني رواية عجيبة فعلا، تصل إلى زنجبار تصبح تمتلك عزبة يعني، وتصبح إقطاعية وعندها عبيد، فهي كأنها تحقق حلم أن تكون رجل عربي مستعمر يعني. وفي نهاية الرواية تأتي ثورة زنجبار، اللي هي طبعا خلالها يتم قتل الكثير من العرب والجنوب آسيويين من الأسياد يعني من قبل الثوريين زنجبار.
فهي تطلب من أحد العبيد أنه يتزوجها حتى ينقذ حياتها. فأنا أضحك لأنه في النهاية يعني أنه هي الرسالة المضادة للعنصرية خلينا نقول تأتي في نهاية الرواية على أساس أنه كأنه يعني بالتعبير العام يوم ليك يوم عليك، أنه أنت كنت سيد وبكرة ممكن يكون مستعد، you know؟ ولكن لما تقرأ يعني المقالات التي كتبت عن الرواية، كل المقالات تحتفي بهذه الرواية باعتبارها تمرد على يعني أنه مرأة تمردت وخرجت عن أسرتها، وأنه هذه الرواية ضد العنصرية، وأنها رواية تلتقط خطاب العنصرية. طيب هل أنت التقطت هذا الخطاب فعلاً بشكل نقدي، ولا أنت ضخمت هذا الخطاب؟ يعني أنت لما في رواية كاملة 200 صفحة تلوك ذات الخطاب العنصري، وشخص عنصري يقرأ هذه الرواية، فأنت تكرس هذه الصور، تكرس هذا الخوف، تعطيه صوت، تعطيه مساحة، تعطيه أهمية. يعني أتمنى أنه هذا المثال يكون مفيد، بس أنه يعني فعلاً لعنة الواقعية هي فعلاً لعنة. وحتى بالضبط هذا اللي ذكرته، أنه صورة الأدب كمرآة، حتى لما تشوف الحوارات مع الأدباء العرب دائماً في هذا التوصيف، الأدب مرآة يعني مجتمع أو مشاكل المجتمع. هذه المرآة مشكلة. لدينا سؤال، رح نأخذ آخر سؤال. المحاضرة جدا قوية، مضغوطة جدا من ناحية المواضيع. متفاجئ كان بقدرة على تلخيص رواية في أقل من دقيقة، فشكرا على البادرة الطيبة. شكرا دكتورة منى على السؤال من بين أهل العجمي. شكرا دكتورة منى على المحاضرة المثرية. ما رأيك في محاولات تصنيف أدب الغرباء في إطار جغرافي معين، أو في إطار فكرة الوطن الرمزية كأدب ثانوي يندرج تحت أدب قومي رئيسي، كفكر إدراج أدب البدون كأدب ثانوي يندرج تحت الأدب الكويتي؟ أنا أعتقد يمكن تطرقت لهذا الشيء بشكل سريع فيما يخص تصريح ناصر الضفيري، يعني إنه أنا أؤمن إنه يعني بالعكس التفرعات ممكن تكون أكثر مفيدة أكثر. ولذلك أنا ظليت أقول إنه تجارب تتسلل إلى الأدب القومي، يعني فأنت لما تتسلل ممكن تنسحب، ممكن you know في أنت محتاج هذه الحركة المستمرة، مش محتاج السكون. وبالنسبة لنقطة إنه الأدب المتفرع، يمكن المثال الأمثل إنه في الآداب الغربية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة دائما لاحظ هذا التوصيف اللي هو كاتب عربي أمريكي، كاتب أمريكي أسود، you know. فطبعاً هذا ممكن يكون مفيد، you know، إنه هذا ممكن يكون مفيد، ولكن هو ما جاء من فراغ، جاء من فكرة إنه أنت والله إنه صار في دول حديثة فيها مهاجرين كثر، فبالتالي إنه إحنا كيف ممكن نضع الهويتين مع بعض، ويعني حتى إنه فكرة تشكل هذه الجماعات المهمشة اللي هي تأتي من أماكن بعيدة، you know، أو خلينا نقول قوميات أخرى. فلا أعتقد إنه في هذا في ذات التراتب التاريخي بحيث إنه الواحد يقول والله كاتب هندي إماراتي، you know، ولا أعتقد حتى إنه هذه الهوية المزدوجة هي كافية. يعني أعتقد إنه بما إنه إحنا نحاول نتخيل صورة أخرى للأدب، خلونا نطمح لشيء أكبر حتى مما يتم ممارسته في الأدب الغربي، خلينا نقول. رح يكون آخر سؤال، أو بعتذر من الجميع إنه ما رح نقدر نرد على كل الأسئلة. شكرا كثير دكتورة منى. آخر سؤال، أو ممكن تكون مداخلة، من محمد سالم. محاضرة مثرية ومغنية تفتح آفاق البحث، وأستطيع رؤيتها كرسالة أو دراسة بين دفتين مشتملة على أمثلة موسعة. هناك تفاصيل كثيرة قد تسقط في الترجمة، وجهود دكتور منى مهمة في هذه الناحية. الأدب القومي وأدب الآخر، البدون، العامل، المهاجر، المرأة إلى آخره، هي مسألة زاوية نظر. برأيي أن كليهما ضرورة للتعرف على الآخر ابتداء، ثم التعرف على الذات بالنتيجة كإضافة على جواب.
من هم قراء أدب الغرباء؟ وهذا ضروري في مرحلة بناء وإعادة تعريف الجيوسياسي الاجتماعي في المنطقة. ربما تنجح دكتورة منى في مرحلة مقبلة في النظر في أدب الآخر في الأمريكيتين ومساهمته في رسم الهوية الجمعية. بظن تطرقنا لمسألة جمهور أدب الغرباء، إذا بتحبي تجاوبي على بقية السؤال أو المداخلة. أعتقد فعلا يعني سؤال القراء وسؤال الجمهور هو فعلا سؤال صعب، يعني إنه يعني حتى أنا مثلا لما أتكلم عن إنه الروايات النسائية اللي في الخليج وأغلبها على فكرة يعني روايات أكثر مبيعا، بس إلى أي درجة؟ يعني هم إحنا نتكلم كم نسخة تباع مثلا، وكيف يتم التعاطي مع هذه الروايات؟ يعني فعلا الجانب الاقتصادي لحركة الأدب سؤال آخر تماما، وسؤال صعب، يعني إنه أنا يدوبك إنه أحاول يعني أختفي بعض منه. ولكن مثل ما ذكرت، أعتقد إنه كل ما توسع يعني الجمهور كل ما كان أحسن بالنسبة لحركة الأدب وتطوره، لأنه بالتالي يعني أنه راح أعتقد أنه يعني على الأقل يمكن هذا الجانب مني ككاتبة، أنه أعتقد أنه يفتح آفاق الكتابة من أمامي، أنه أنا أكتب يعني حتى هذا الشيء أشعر فيه ككاتبة، أكتب بالعربية، ممكن شخص يكتب يقرأ كتاباتي في المغرب أو عمان، يعني حتى هذا شيء مثري بحد ذاته. فإذا أنا أفكر في أدب الغرباء كأدب متعدد اللغات وأدب يترحل من خلال الترجمة وتجاوز يعني حدود الأدب القومي وهذه التعريفات، فأعتقد إنه يعني تجربة القارئ أيضا ستكون يعني أكثر ديمقراطية متعددة، يعني مخيلته تتوسع مش فقط الكاتب. إذا ممكن عمر إن نجاوب بالسؤال اللي بعده من أريج شمري. لحظة، اللي هو ذكرتي لدينا سؤال من أريج. ذكرتي نقطة مهمة في أدب البدون، واللي من منظور أريج ترى مثله في الحراك السياسي الذي يفرض وجوده في قالب وطني. استخدمتي مثال ناصر الظفيري كمثال لما قال هذا الأدب كويتي، هل تعتبرينه نوع من ممارسة الوطنية أو self-determination مثلا؟ في كتاب أنا آسف جوديث باتلر who sings the nation state يذكرون المقيمين غير الموثقين في أمريكا مثلا على أنهم يغنون النشيد الوطني كنوع من أنواع المقاومة للمسح. استخدام هذا المثال وأتساءل، هل هذا الذي يحدث في أدب البدون الذي يطلب التصنيف كأدب وطني، وما خطورته من تعزيز المفاهيم الوطنية العنفية؟ بالتأكيد أنا أعتقد إنه هو ممارسة للوطنية وممارسة عاطفية للوطنية، ويعني تحد من 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 تحد حتى من رؤية الكاتب، لأن أنت يعني إذا كاتب بدون عليك هذه المهمة الضخمة في الحديث عن تاريخ جماعة مهمشة تم إسكاتها يعني خلال كل هذه السنوات، وعليك أنه أنت تختطف تاريخك من فم المضطهد، يعني من فم الدولة، من فم الثقافة المهيمنة، فأنت أمام يعني مهمة جسيمة. فبالتالي أنه أنا ألاحظ يعني حتى مثلا في رواية في ثلاثية ناصر الظفيري، يعني ليس عبثا انه الشخصيه الرئيسيه تكون في الجيش الكويتي، يو نو، وانه في حارب الرجل في حروب مختلفه يمثل الكويت، وهذا موجود مثل ما قالت أريج انه هو يعني يعكس حتى الخطاب السياسي بدون انه انت كيف تثبت انتمائك، والله جيش شرطه ما اعرف ايش، يو نو، يعني هذه الرمزيات للانتماء والتفاني، حتى يو نو التفاني اللي هو اصلا بالنسبه للعنصري الكويتي العنصري هو ياخذ نفس هذه الرموز ويقول لك انه انت بالعكس انه انت مرتزقه، يعني انت فقط يعني انه انت مثلا فديت نفسك الكويت فقط لانك مرتزقه، يعني انه شوف حتى هذا الخطاب بحد ذاته محدود. لماذا؟ لأن هذا الخطاب
يعني ما زال محبوس حبيس إنه مخاطبة المواطن ومخاطبة مخيلة المواطن المخيلة الوطنية. فبالتالي أنا بالنسبة لي مهم جدا أن تكون في كتابات للبدون تتمرد على هذه الوطنية، تفكر بالانتماء بشكل خارج، مثل ما ذكرت يعني مقالة أحمد بن صويد، كيف أن أنت تفكر بالأرض بشكل مخالف، كيف أن أنت تفكر بالانتماء بشكل مخالف، كيف أن أنت تفكر أنه أنت يعني حقيتك في الأرض لها علاقة حتى في توزيع الثروات. يعني هذه كلها أشياء إلى الآن لم تتم ترجمة هذه الطموح في يعني سواء يعني المنتج الأدبي أو الثقافي بشكل عام. أتمنى أن تتبلور هذه يعني الآن أنا متحمس أن أرى هذا النموذج الأدبي أن يتطور ويأخذ شكله الذي يستحقه. بصراحة ما ذكرت دكتورة منى جدا غني وجدا مشروع كبير ينتظرك من خلال تأسيس منظومة نقدية، منظومة ثقافية، منظومة أدبية، محاولة تأطير وإيجاد روافد جديدة لهذا الأدب وإغناؤه. شكرا جزيلا لحضورنا الكريم، شكرا جزيلا دكتورة منى، شكرا جزيلا لجامعة نيويورك، شكرا لمركز الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية، لمركز هاكوب كيفوركيان على تنظيم هذه المحاضرة. محاضرتنا القادمة سوف تكون في 14 نيسان عن الحراك السياسي في السودان، عن بعنوان محاضرة صوت المرأة ثورة، التحرك الثوري المستمر في السودان. لدينا مجموعة من الناشطات في مجالات السياسي، في المجالات السياسية، في المجالات البيئية. ستكون محاضرة غنية جدا، نتمنى أن أيضا تغنونا في تلك المحاضرة. شكرا جزيلا دكتورة منى مرة أخرى، محاضرة غنية جدا. الكلمة الأخيرة، أشكر الحضور يعني، وأتمنى أنه يكون في فرص أخرى ونكمل هذا الحوار. نتمنى المحاضرات باللغة العربية لجامعة نيويورك سوف تستمر، ليست فقط في هذا طلبة الدكتوراه لهذا السنة، سوف مشروع مستمر لمركز هاكوب كوفركيان. شكرا جزيلا.